شفناكي في حلقة دي بقى استفزتني أنا شخصيا. قولي أنا مع طفل أبوه دفنه حي وبيقولك إنه شاف ملايكة. شفناكي واخدة الطفل وماشية في المقابر بالليل والمقبرة مفتوحة وبتصوره. لا مقبرة مش مفتوحة. بطفل في المقابر بالليل المقبرة كانت مفتوحة. لا المقبرة مفتوحة. لا باب المقبرة مفتوح ما دخلتوش. مقبرة ملهاش باب. ملهاش باب. اللحد بتاع المقبرة مفتوح. لا أنا كنت في الحلقة. الباب لا ما فيش مقبره بتقعد مفتوحه. في حاجه اسمها ان مقبره تتقفل وفي بيفتحوها تتعظم. يعني ايه؟ يعني يشيلوا العظم كده لما نموت هيشيلوا العظم يحطوها على جنب. طب ممكن ناخد طفل نصور بيه في المقابر هو بالليل. هو اللي خدني يا حبيبتي. ده هو اللي كان هناك بالليل. هو اللي كان هناك وبقى يقول لي هنا وهنا وقعدت هنا وهنا. بس ده طفل بالليل. هو ما كانش زعلان. هي كانت امه معاه وما كانش متضايق. انا لو عارفه ان في حاجه هتجرحه. هو مش فاهم. هو عمره وهو طفل عمره ما هيفهم حتى اذا في حاجه. بابا مش فاهم. لا طبعا انت شايفه انه كلهم معايا. يعني كلهم كانوا معايا. يعني ما اقدرش. انت ممكن تعملي عمليه لاولادك في المقابر بالليل؟ بنروح المقابر طبعا بالليل. اصلا انا بشوفش المقابر حاجه مخيفه. انا نزلت قبر قبل مش كده. بغض النظر عن انها مخيفه يعني مشاعر طفل. يعني مشاعر طفل ايه؟ ده هو اللي بقى يقول لي ما تخافيش وتعالي وبتاع. انت أيوة. فاكره ان الاطفال اللي في الحاجات ما هو الشعبيه ما هو دي ده معناه ان هو عنده يعني عنده خلل نفسي معين نتيجه صدمه اتعرض لها. انت بتسمي الجدعانه خلل نفسي؟ جدعانه ايه ده؟ طفل. ده في اطفال جدعه جدا حقيقي. بس في النهايه هو طفل مش قادر. مين يعني هو غير قادر مش قادر. لا بس هو غير اهل انه يتكلم عن حال نفسه وحالته النفسيه. مين قال لك كده؟ اتكلم زي البرابانت. مين قال لك كده؟ اتكلم نفسيته مشوهة. كفاية الصدمة اللي تعرض لها. ما كانش مصدوم خالص على فكرة. في طفل أبوه يدفنه حي وما يتعرضش لصدمة ويبقى نفسيته ما فيهاش أي. هو أولا مش أبوه وما دفنوش حي وما حطش عليه رملة. هو سابه خباه من مامته في المقابر. عشان انت بس مختلط عليك الأمر. مش دفنه حطه كده وحط عليه رملة. لا دي مش صدمة. انت هتصدمي غصب عنه. دي صدمة عصبية لطفل. طب هو كان ما اتصدمش. واي دكتور نفساني واي وكان داخل بشوكولاتاية المقابر وبيضحك وبينبسط. ايوه لانه طفل. ايوه هو ما كانش زعلان. طب ليه بالليل؟ يعني ليه ما صورتيش بالنهار؟ يعني ما اعرفش. اكيد رحنا الاسم وبعد ما خلصنا الاسم مثلا طلعنا على المقابر. يعني انا مش فاهمه السؤال فيه. قال لك شفت الملايكة. هو وصفهم لك. واحد ابيض واحد اسود وانت قلتي له انا مصدقاك. هي الناس فعلا بتشوف الملايكة في الحالة دي اللي هي ما بين النوم والصحيان. لما في أمريكا وفي حتة كي عملوا بس سالر كتب كتير قوي. لقوا عملوا انترفيوز مع الناس اللي بتروح في غيبوبة وسألوهم بتشوفوا إيه. كلهم شافوا نفس الحاجة. أنا لما بقول على فكرة أنا الحمد لله ما اقتصرش تعليمي على الجامعة. أنا بقرأ كتير قوي. بس هو الولد ده ما ماتش وصحي تاني ولا راح في كوما ولا هو أغمى عليه. يعني طفل أغمى عليه. بس انا بقول لك بيشرح لي اللي انا قريته في الكتب اللي الناس متحضره جدا عملتها دكتور فيل وغيره وغيره ان هم سالوا الناس اللي عندهم كوما دول. بس ممكن جدا إيه؟ يكون طفل عنده خيال. هو معروف انه السن ده تحديدا المرحله العمريه دي كلها خيال. هو انا ما اللي بجد بقى غلط ان انا اقول لطفل انت كذاب. مش لازم تقولي له انت كذاب. بس مش لازم. هو انت لما بتوهمي مثلا الولد ان هو فادر كريسمس او سانتا كلوز جايب له هديه يبقى انت كده بتخليه يؤمن بحاجه مش صح او كذب او انت بتقولي له انا مصدقه. اقول له ايه؟ اقول له انا مش مصدقك. اقول له انت كذاب. لا قول الحقيقه. فيبقى ريهام سعيد هاجمت الولد اللي راح المقابر وكذبته. هقول له انا مصدقك طبعا. امال اقول له ايه؟ ده طفل. لكن ريهام سعيد قدمت طفل شاف الملائكه. ده عادي. هو انا اللي قلت له يقول انه شاف ملايكه ولا هو قايل كده في محضر النيابه؟ لازم اقول له انا مصدقاك. ده طفل. اقول له انت كذاب. اشتمه يعني. انا بقى اللي براعي شعور الاطفال. فقلت له انا مصدقاك. مش اقول له انت كذاب. اقول له انت كذاب ليه؟ وانا مش عارف انه بيكذب. انت تقدري تخلفي دلوقتي؟ انت لسه قايله ان انت مصدقاه فعلا. تقدري تقسمي بالله العظيم انه كذاب؟ ولا اقدر اقسم بالله العظيم انه مش كذاب. فبالتالي ما اقدرش احطه واوجه رسالته للناس. طب قولي لي انت اقول له ايه؟ امشي يلا من هنا انت كذاب. لا بس هقول له انت يعني مصدقاك وانت حبيبي وحمد لله على السلامه. يعني انا لو مكانك هقول له كنت بتحلم يا حبيبي. ما حدش بيشوف ملايكه غير الرسل والانبياء او المتوفين. مين قال لك ان ما فيش حد بيشوف ملايكه غير الرسل؟
مين غيرهم بيشوف ملايكة؟ الناس اللي بتروح فعلا بين الحياة والموت ما تعرفيش، ولا انت نعرف ولا نعرف العالم الاخر ده فيه ايه. عشان كده طول ما انت شايف مش تقدري تلمسي حاجة او تشوفيها ما تقدريش تجزمي.